اخطاء شائعه اللي يقولوا فيها كل الفلوس خدينا ما عملنا بيهم شاري سي با بوسيبل. كيفاش الانسان يتكلم في الاقتصاد ويقول هذا اللي نسمعوا راهو برشا في الرواد يقول الكلام هذا، راهو تعمل معمل تعمل كياس تعمل سبيطار ولا تعطي شهريه كيف كيف على خاطر المشروع اللي تعمله فينالمون يتحول الى بوفوار دشار يتحول الى شهريه. فانا كي نجي نعمل سبيطار صحيح ربحت سبيطار والصحه العموميه، لكن في النهايه شنو؟ في النهاية خدمت مقاول، المقاول شو عمل؟ مشى للكاريير خدم الكاريير، دونك في الأخر وفات شنو؟ فات شهري في جوب الناس، دونك أنا كي نعطي شهري نرجع البوكل من الشيرة الأخرى، نعطي شهري، ما هما باش يحزوا باش يولي ياك السيد هذاك اللي كان عنده المعمل الصغير باش عنده بريسيون ضغط قوي، دونك باش يكبر في المعمل نتاعو، دونك باش يولي لانفستي البوكل منين تاخذها منا ولا منا؟ النتيجة هي بيدها. المشكل اللي قتلنا ماهوش هذا، المشكل اللي قتلنا هو أنه الفلوس اللي كنا نصوروا فيها من نتيجة المجهود نتاعنا تمشي لبرا، نتيجة المجهود نتاعنا تتحول على منتوج أجنبي ماهيش تتحول على منتوج تونسي. دونك الدين اللي كنا ناخذه فيه العيب نتاعو شنو؟ أنه ناخذوه باش نشريو به مواد نتاع البراينية، يعني عبارة على هزينا أرواحنا ومشينا شرينا من برا من الخارج. هذا لازم نفهموه. هذاك علاش 10 سنين وأنا نقول بروتكسيونيزم، يقولوا لي منتوج تونسي وخايب وكاليتي نتاع يا خويا خايب. أخي تحب أنت تعيش في اللوكس وتعيش إيش قولكم فيها الكسوة نتاعي؟ إي بالله إيش رايكم؟ إيش عندكم شنو رايكم فيها؟ هاي تونسية، هاي مصنوعة في تونس. إيش قولكم فيها السورية نتاعي؟ بهيش تونسي؟ يعني عندنا دي بريجوجي اللي هما ماهوش هما كيلو بلوك كيلو وتتحسن معناها. وهذاك هو اللي هي شنو هما توا عندنا هنا عندنا مهندسين ويعرفوا انه كل منتوج تصنعه فيه جانب اللي هو نتاعك بالدينار وفيه جانب يدخل فيه اللي هو بالعمله الاجنبيه، يعني اللي نسميوه هما لو تو دانتيغراسيون. انت هاك التو دانتيغراسيون هذاك لازم تتحكم فيه. احنا الرهان نتاعنا غادي كيفاشك ال 40% نتاع التو دانتيغراسيون نقصوهم نقصوش منهم، نجموش نحولوهم الى 30، نجموش بعد نحولوهم الى 25، باش نحيوها كومبليتمون ما نجموش، لان ما عندناش الثروات وما عندناش الطاقه.